دونك هذا كان لو جاردان ميديتيرانيان كيما حكينا عليه. توا باش نحكيو على ماكلتنا وعلى تغذيتنا وشنو باش نعملو دونك جوستومون في الكوجينه. دونك بحذانا نسرين زميتري اخصائيه التغذيه. صباح الخير نسرين. سافا لاباس. دونك اليوم باش تحكينا على لي كارونس اون مانيزيوم. دونك كيفاش نفيق بروحي عندي كارونس اون مانيزيوم؟ شنو نحس في بدني؟ ساعة تو دابور اهم حاجه دونك لي سينيو اللي يعطيهم لنا البدن باش نفيقوا بروحنا عندنا مشكل كيلكو بار. اي سورتو بيان سور شنو هما الحلول وشنو هو الماكله اللي لازمنا ناكلوها وين نلقاو المانيزيوم باش نحسنوا في التغذيه نتاعنا في باتش كوكينغ. باتش كوكينغ. اي قولي قبل كل شيء خلينا نحكي على المانيزيوم خاطر فما عباد راهم يعرفوا شنو هو المانيزيوم. المانيزيوم مينيرال obligatoire في البدن وانديسبونسابل في برشا فونكسيوناليتي في وسط البدن. يعني بلاش مانيزيوم فما برشا حاجات ماهمش مريقلين بركتي. يعني كي نقول انا دو لينيرجي الطاقه نقول راني مانيزيوم، يعني ما فماش مانيزيوم فماش طاقه في البدن. دونك علاش؟ خاطر المانيزيوم يدخل في الفورماسيون تاع لاتي بي هذي لادينوزين تري فوسفات، يعطيني الطاقه باش نجم نبدا به النهار نتاعي. دايوغ ملي سيني ملي سامبتوم تاع الكارونس مانيزيوم انا يقول لك عندي ياسر فاتيك كبيره برشا. المانيزيوم خلينا نعرفوا اللي في العظام نتاعنا فيه 60% فيه مانيزيوم و30% موجود في الميسكول نتاعنا. شو الاهميه نتاعو؟ علاش في العظام؟ على خاطر يدخل حتى في الفورماسيون نتاع العظام نتاعنا ومتاع السنين نتاعنا. وفي الميسكول معروفه في الميسكول خاطر هو يدخل في الكونتراكسيون دي كونتراكسيون نتاع الميسكول، يعني الميسكول كي يتكبس ويترخف دونك لازم تكون فما المانيزيوم. ما فماش مانيزيوم فما لي كرامبلي تو بعد تو نحكيو عليه. فوالا تشنجات في العضلات بالضبط كما نشوفوا في التصويره هذايا. دونك اعراض نقص المغنيسيوم كما قلت لنا دونك تشنجات في العضلات يوم لي كرامب بالضبط. دونك المغنيسيوم مهم حتى في الريتم كاردياك زاد نتاعنا. المغنيسيوم يدخل في اكثر من 300 رياكسيون انزيماتيك في البدن. شوف الاهميه نتاعو الكارونس نتاعو قداش يتعب العبد نتاعو. ومالوغوزمون فما عباد تقول لك ناقص مغنيسيوم ما يتو ميسالش تو بيريود دو ستريس تو تتعدى وتو نرجع سي با فري. هو عندنا ريزيرف هو يفرغ وانت لازمك تعبيه. بيان سور نجيبوها احنا من الماكله. واذا كان واحد كارونسي يبدا ديجا ديفيسيتير دونك اوبليغاتوار يمشي للطبيب وفما تريتمون وماكله او ميم تان. باهي لي سامبتوم نتاع الكارونس اون مانيزيوم شنو يصير الواحد؟ اول حاجه فاتيك كيما قلت لك ملي يقوم صباح نفس لي سامبتوم تاع الكارونس اون فيتامين دي. واحد يحس روحه هكا استينيك على الاخر فاشل برشا ما عندوش قوه. والقوه مش في انه هو بدنه تاع برك لا باغ اكزومبل حتى باش يعصر حاجه ولا باش ينزل تصير له وجيعه هكا في او نيفو دي بوانيي ولا الشوفي نتاعو. زاد كيف كيف العين اللي ترف برشا يقول لك عيني ترف باش نبكي ولا ولا شتي باش تصب عيني ترف نعرفها رايك راي كارونس اون مانيزيوم. زاد كيف كيف زاد دقات القلب نتاعي لو ريتم يتبدل كيف كيف سي كارونس اون مانيزيوم. معروفه ياسر في الكرامب زاد يشدوهم بوعواس سيغتو في فارتهم اي سيغتو في الليل يشدك الكرامب في فارات هذاك هو الكونتراكسيون ميسكولير. مش حتى بوعواج بركه تبدا انت قاعد الساق تتهز وتتحط الكونتراكسيون هكا تفجع العبد هيك. زاد كيف كيف الكارونس والمغنيسيوم. دونك بالحق المغنيسيوم مهم برشا مهم على الاخر. فما زاد كيف كيف الواحد يتبدل ليمور نتاعو يولي ياسر على اعصابه. يقول لك شبيني البيريود هذه ياسر نيرفو شبيني ياسر نتنرفز وليت. يقوي من النيرفوزيتي بيان سور والستريس زاد كيف كيف. علاش؟ قد هو بطبيعته ستريس يزيد يقوي من النقص نتاع الكارونس نتاع المغنيسيوم هذايا. ستريس كي ستريسي شو تصير سيكريسيون نتاع الهرمون نتاع الادرينالين اللي هي بطبيعتها سيت اون هرمون اكسيتونت. الواحد يولي فيجيلون هيبر فيجيلون. هل هكا الواحد فيق برشا وناشط برشا بستريس يعني يولي سور سينير يزيد هكا كله يطيح من المغنيسيوم خاطر يجبد من الريزيرف نتاعو. فوالا باهي قله النوم زاد كيف كيف. راهو العباد اللي تقول لك راني جاتني بيريود سي فري خاطر ستريسي قله النوم. علاش؟ خاطر فما كارونس ومغنيسيوم واي سورتو سورتو لي ريفي نوكتورن اللي في وسط الليل تقوم برشا مرات تقوم وترجع ترقد وتقوم وترجع. راهي هذيك زاده من علامات الكارونس. اي براتيكمون برشا عباد راهو نقاسيو منها الكارونس ومغنيسيوم والفيتامين دي. هذوما زوز سورتو كي يتلقاو واحد يحس روحه بالحق موش موجود قشعه فارغ فارغ تحس روحك فارغ كاريمون بالضبط. كينا نحل المهم فوالا احنا توا الحلول باش ناخذو كيما قال دونك جوستومون كما تبداش كارونس كبيره ياسر ياسر نصلحوها بالتغذيه بركه اوترومون وقت اللي الواحد يلزمو الطبيب يعطيه. قبل يا ميمه نحكي لكم على شنو هي الماكله. علاش صارت لي هالكارونس ومانيزيوم؟ يلزمك تفهم انت ساعه لا كوز باش تنجم انت كل شيء بعد يمشي مريكل ريجيم ريبيتي
لي با لو ريجيم اما لاليمونطاسيون ديزيكيليبري اللي الماكله مش منتظمه صحيتك داخله بعضها ماهيش ايكيليبري بالكل. فما برشا عباد راهو نهار كامل ما ياكل حتى شيء وتقول لك راني مع ما الساعه ما ثلاثه راني جات غديت كعبه جاتو باكو جو راني هيك من البارح راني بي وتقول لك شبيني ما ضعفتش بيان سور ما تضعفش خاطر ديجا تاكل في حاجه ماهي صحيه بالكل. المغنيزيوم بيان سور ما عندكش ما جبت حتى ابورهم مغنيزيوم اللي هو يعاون في التضعيف راهو المغنيزيوم كي بدا المغنيزيوم تاعك مريقل دوك يعاون في التضعيف مغنيزيوم ماهوش مريقل باش تسمر راهو اوتوماتيكمون ولا بدك يعمل بلوكاج دونك كيف كيف الماكله اللي فيها ياسر دي زاسيد غراس ساتوري اكل مقلي وباكو لي بيسكوي ولي لي زاديتيف بالضبط ولي جاتو لي باتيسري هذوما الماكله اللي تبدا ماهيش صحيه بالكل معاهم زاده كيف كيف حتى التبا ولا الكول وزوز كيف كيف ينقصوا من لابسوربسيون تاع المغنيزيوم ليسونسييل كي ناكل ماكله صحيه تقويني من لابسوربسيون تاع المغنيزيوم اللي هي باش ناكل دي زاسيد غرا ان ساتوري بولي ان ساتوري كيما الحوت كيما لي تاو بعدي كتا نحكيوا عليهم كي نبدا ما ناكلش برشا الحاجات الحلوه ياسر كي نركز على الفيتامين بي وفيتامين فيتامين بي وفيتامين بي 6 اللي هما فيتامين بي 6 مثل نلقاه في الثوم فيتامين دي نلقاه في برشا حاجات اخرين نلقاه نعملوا لها ايميسيون فيتامين دي فيتامين دي خاطر كيف كيف لي كارونس تاع فيتامين دي يقلقوا برشا برشا اكزاكتومون تاع المغنيزيوم دونك على هذيك يلزمني نعرف السبب اللي هي ديزيكيليبر اليمونتير لو ستريس زاد كيف كيف يخلي المغنيزيوم نتاعك ما تسيلوش ابسوربسيون عاديه في البدن ويزيد ينحيك الريزيرف اللي عندك سورتو كان فما زاد كارونس ان فيتامين دي معاه هيك لو بيغ بالحق لو بيغ والله انا نسمع نعرف لي انا نحكي وبرشا اللي يسمعوا فيا يقول لي سي فغي هذا كله عايشين وراهم رجال ونساء انا في النهار الفميشي عبد ما يبداش عنده المشاكل هذيا بيان سور كيفاش نعرف روحي عندي كارونس او مانيزيوم ابار لي سامبتوم احنا اللي قلنا عليهم راهو زاده بالبيلون زاده يزمك بيلون سونغان تجبد ال فوالا الدم نتاعك ويطلب عليك طبيبك المانيزيوم تشوفه واذا كان بيان سور طايح سولون تيحه هو يعرف شنو اللي باش يعطيك الدوز مش طايح برشا بالماكله برك بالماكله دونك اعطينا توا الحل الغذائي شنيا التغذيه المتكامله والصحيه اللي لازمنا ناكلوها باش نتفاداو هالنقص هذا نتاع المغنيزيوم. كي نقول المغنيزيوم نقول انا مانيش ستريسي انتي ستريس المغنيزيوم هو نقول لي انا في فورما اللي نقول انا شيخه هكا حتى ليمور نتاعي مريقله ديما نضحك ديما شيخه نقول البنان اول حاجه البنان الفورما نتاع البنان هو كيما فورمه الفم اللي يضحك معايا على خاطرها فيها très riche en magnésium surtout surtout le banane الشيح يزيد يقوى مثل البنان العادي في 35 ملي جرام على 100 غرام واذا كان يبدا شيح يخلط حتى 300 ويخلط حتى 400 ملي جرام مغنيزيوم اللي هو سي لوغ سي لابور جورنالير اللي انا نستحقه نيسيسير معناها اي يعني انا نجم بالبنان الشيح بركه اعطيت المغنيزيوم البني البنان الشيح ديما نحل بارونتيز البنان للعباد اللي يحبوا يعملوا ريجيم ويخافوا على رويحهم باش يسمن اكثر شيء اون فيت بالضبط دونك نولي ناخو انا البنان نتاعي الفري وانا اذا كان ضعيف ناخو البنان الشايح دونك فوالا يسمني خاطر في برشا حاجات في اكثر سكر كونسونتراسيون سكر اللي بلو كالوريك وكيبدا فري بناخذو للعباد اللي يستحفظوا على بدنهم اوكي نقول الشوكولاته شوكولا نوا الشوكولا نوا مش الشوكولا ولي شوكولا نوا هو اللي غيش ان مغنيزيوم مغنيزيوم موجود في الكاكاو. الكاكاو انا اذا كان الكاكاو نتاعي ماهوش موجود في الشوكولاتة البيضاء ما غير ما ناخذها دونك يفو دو شوكولا نوا باغ كونتر يا الفا 80% الدوزاج فوالا حتى الفوق اللي هو في تونس ما عندناش ما عندناش 72 ميساج ديما نقول خير من خير من بلاش فوالا وتوا البوسيبيليتي في كل بلاصه تلقى لي شوكولا نتاع الخارج لي ماركة انواع واشكال تلقى حتى 90% فما حتى 99% من عشك ذقتوها ولا لي امير اما ميسالش انا اليوم بعديك في اخر الحصه تنقول لك الحل نعطيكم دي روسيت افيك لو شوكولا امير والمغنيزيوم تاعك شد بلاستو باه شنو اخر نحكي تويكا على الخضره نلقاوه في كل ما هو دي فوي فيرت يعني في السبناخ موجود موجود زاد كونتيتي باهيه موجود في الكرنب موجود في البروكلو موجود في اللوبيا الخضراء يعني اي وين موجود في اي حاجه لونها خضراء داكوغ نجم زاد كيف كيف نلقاه في لي فروي سيك راني كي نقول فروي سيك في العاده مش مالح مش مالح زيد كي نقول فروي سيك مش بالتونسي فروي سيك يعني الغله نتاعي الشايحه كيما هي المشمش الشايح كيما الزبيب العنب الشايح كيما العوينه الشايحه هذوما هما لي فروي سيك وكي نقول فروي لي اولياجينو لي غرين اولياجينوز اللي هي كيما نقول اللوز والبفريوه والجوزه زيد كيف كيف هذوما فيهم برشا مغنيزيوم سيرتو نوا دو بريزيل ديجا بعث لك انا الفاكتاسيون تعدي هنا هي اسمها نوا دو بريزيل احنا عيطوا لها باللغه العربية الجوز البرازيلي اللي هو مش
باهي نوا دو بريزيل فيه برشا برشا هواء. هذايا هو مش نوا دو ماكاداميا. لا هذايا نوا دو بريزيل. ماكاداميا تمشي بالطول اكثر ولا مدوره؟ مدوره. هذايا نوا دو بريزيل فيها برشا مانيزيوم اللي هو المانيزيوم نتاعها يجم حتى يسكر لابور جورنالي اللي انا نستحق. قداش كونتيتي؟ لا يسمى راهو باغ كونتخ. لا معناها باش ناخذ لابور جورنالي نتاعي قداش لازم ناخذ؟ تقريبا بوانيي نتاعي باش تكون في 100 غرام. بوانيي معناها 4 كابيت اكثر. لا 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 اكثر كعبه هكا بيدي ايامكم بيدي انا احنا بيدينا نكون 3 كابيت. باهي الوغ الحوت. الحوت 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 الازرق سيرتو كيما السردينه. انا علاش تعجبني ديما السردينه؟ خاطر كي تقول السردينه تقول فيتامين دي، تقول كالسيوم، تقول فيغ ريش برشا هي كل شيء، تقول مانيزيوم زاد كيف كيف. دونك تقول لي فيتامين وي. وكي نعملوها مقليه يقعدوا؟ لا على قليناها فسدنا الدنيا كلها. سهل برشا السردينه، سهل برشا السردينه. نجم نفورها، نجم نعملها دور ما في صوص نكعبرها ونرميها تبدا مطعمها بنين برشا. نجم نعملها كفته في الفور، نجم نحطها هي اون بيس صحيحه في الفور، نجم نعملها محشيه زاد كيف كيف بالسبناخ اللي هو يعني الالومنيوم. نجم نعملها غرييز في الالومنيوم باغ كونتخ. لي الالومنيوم يسيب لي زيون الومنيوم في وسط الماكله. لو فيت الالومنيوم كي تقلبوا تلقاها كحال سي بون. حط في بالك الالومنيوم في ماكلتك تمشي تاكلها بيان سور. دونك مش باهي اللي يعملوا الماكله اون بابيات في الالومنيوم. فما لي ساك هكوما دو كويسون تنجم تستعملهم. لا اباغي فوالا. دونك ما تعملش المقلي. لي فروي دو مير، لي كروفيت، العباد اللي تاكل لي زويتر، لي مول والكل هذوما كيف كيف في وسطهم. بالنسبه للبنان كما قلت قبيل قداش ناخذوا من مره وقتها؟ كعبه هي بنان في النهار سي لارجومون سوفيزون. والا في بلاصه البنان تنجم تاخذ دقله، ثلاثه كعبه دقله اصباح. انت ماك تحب تضعف وميما دونك ناخذوا البنان اصباح انرجيتيك ديجا وميم طون فيها المانيزيوم تفيقك. حاجه اخرى باللي هي الحاجه الاخرانيه اللي لازمني نقولها لي سبورتيف. راهو شكون يستحق وشكون يضيع ياسر المانيزيوم؟ هما لي سبورتيف يضيعوا برشا المانيزيوم. علاش؟ خاطر اللي يعملوا افور انتونس، افور انتونس تصير كونتراكسيون برشا ميسكولير سيرتو العباد اللي يعملوا الميسكول يروحوا في حاله يقول لك راني من غدوه ما نجمش نعمل سبور يلحمي مدقدق. هو راهو مش الخاطر بالسبور برك، على خاطر المانيزيوم نتاعك طاح. ماذا بيك تكمل لاكتيفيتي فيزيك نتاعك، تهز حفنه في رويسك في يدك معاهم بنانا باغ اكزومبل، معاهم اللوز جوزه اي حاجه. الغوسات الاخرانيه للعباد فوالا نكملوا بها هذيا. العباد اللي يحبوا ريجيم اديكوا للحكايه هذيا، انا في فطور الصباح نتاعي ناخذ الحليب ولا الياغورت الناتور، نحط معاه الجرانولا اللي هي الشوفان في وسطها، الشوفان في وسطها المانيزيوم اي سورتو سون نخاله نتاع الشوفان ولا نخاله القمح. في الصحفه نتاعي نحط مغرفه نتاع نخاله سواء كلك سواء شوفان ولا قمح نحطها معاها. بعد نحط معاها فيغوي سيك سورتو هذيك نوا دو بريزيل ولا جوزه، نحط معاها فيغوي سيك اللي كيما لابريكو، نزيد نقص لابريكو في وسطها. هذيا ديجا فطور الصباح نتاعي. في الفطور نعمل سلاتي، نعمل سبناخ سوتي هكا نحطو وناكل كل ما هو قمح، كل ما هو قمح خاطر في وسطو المانيزيوم. فوالا يعطيك الصحه، ميرسي بوكو نسرين. دونك هذه النصائح للناس اللي عندها نقص في المانيزيوم.